هذا صارحين كان يعني بداية عهد جديد لأسلوب فن جديد يعني في ذيك الفترة. وبعدين أنت يعني عملت مدرسة خاصة فيك و يعني ولدت أسماء يعني كثيرة، بعضها موجود بعضها اختفى، يعني ما راح نتكلم فيها لاحقا. لكن نعم. يعني الدخول للأغنية كان من باب التفريغ، لكن هل أنت صحيح كنت تبغى تغزو الساحة الشعبية الشعرية فقط؟ كنت تريد أن تقدم نفسك كشاعر، ولما ما نجحت في هذه المسألة رحت إلى باب الأغنية؟ هل هذا يعني دقيق؟ لا طال عمرك. والله يا أبو سعد اللي حصل بالضبط أنه الأصدقاء اللي حولي المقربين جدا، كنت أسجل جلسات عادية وكانت توزع في الاستوديوهات، يسمعون بخالد عبد الرحمن ولا يدرون وشو منه حتى الفنان، إلى درجة أني أنا أقف عند الاستريو عرفت واشتري منه واسأل عن خالد عبد الرحمن ويجاوبني، ولكن ما يدري منه الشخص إلا واحد علمته عرف أني أنا خالد، فكان يطالبني يقول ليش ما يعني في ناس يدورونك يبون جلسات وسهرات وكذا، فقلت له أنا ما أسوي سهرات. فحث المقربين بالنسبة لي أنه لازم أطلع رسمي، ليش ما أسجل؟ فصراحة اقتنعت بالفكرة وبديت بعت السيارة وجمعت من هنا ومن هنا ونفذنا، حتى كان تنفيذ العمل تخيل قياسي إلى أبعد درجة بشكل يمكن طبعا يمكن اللي بعيدين عن الفن يستوعبون، لكن أهل الفن والموسيقى ما يستوعبون. بدينا الساعة 4 المساء وخلصنا 5 الفجر شريط كامل تسجيل وتركيب طبعا تركيب الموسيقى والصولوهات والإيقاعات والكورال والفنان والميكس، يعني في 13 ساعة خذيت الكاسيت معي، إلى درجة أن كنا مواصلين ما نمنا، كنا في الكويت طبعا نفذنا العمل. مجرد ما خلص العمل احنا كنسلنا من العصر الفندق وشلنا شناطنا وكل حاجة، خلصنا من الاستوديو الفجر على الطريق على طول السعودية.